إدارة مدينة أديس أبابا ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين من الانهيار الأرضي في منطقة بوفا بجنوب البلاد. وزارة المياه والطاقة تصرح أن الالتزام الذي أظهرته إثيوبيا في ضمان الاستخدام العادل للأنهار العابرة للحدود نموذجي. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية أصحابكم فيها حسن أحمد تابعونا. أرسلت إدارة مدينة أديس أبابا مساعدات إنسانية وزير خارجية إثيوبيا يرحب بلجنة حكماء الاتحاد الإفريقي. إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة يتخذان خطوات لتعزيز التعاون بين الشباب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة إخبارية من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. رحب وزير خارجية إثيوبيا السفير تايي أكساسيلاسي بلجنة حكماء الاتحاد الإفريقي، وناقش الجانبان الأدوار الإيجابية التي يمكن أن تلعبها الأطراف المختلفة بما في ذلك إثيوبيا في إحلال السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. وتتولى اللجنة التي أنشأها مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في ديسمبر عام 2007 مهمة قيادة جهود دبلوماسية الوقائية للاتحاد الإفريقي من خلال الواسطة. صرحت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الدكتورة إرجوغي تاسفاي إلى أن هناك أنشطة جارية لإشراك المرأة في المشاركة الفعالة في بناء الدولة وعمليات الحوار الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية سهلت المنتديات المختلفة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لإشراك المرأة في المشاركة الفعالة في قضايا جهود بناء الدولة وعمليات الحوار الوطني. وقالت أن المرأة هن الضحايا الرئيسيات للخلافات التي تحصل على المستوى الوطني. وأشادت الوزيرة بلجنة الحوار الوطني لجهودها في إجراء حوار وطني شامل لتعزيز ثقافة العمل في تعاون وثيق والوصول إلى إجماع وطني. وأضافت أن شبكة جمعيات المرأة الإثيوبية تقدم تدريبات ببناء القدرات لجمع الأجندة وتجميعها لآلاف النساء في 8 أقاليم وإدارتي مدينة أديس أبابا ودريدوا، وهذا ما يستحق التقدير. وقال رئيس مفوض الحوار الوطني البروفيسور ماسفينارا أنه يتعين علينا إشراك المرأة في الحوار الوطني
مؤكدا أن أجندة المرأة تمثل أجندة جميع الإثيوبيين. اتخذت إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة خطوات لتعزيز التعاون بين الشباب، وأجرى رئيس مجلس الشباب الإثيوبي في فؤاد غانا مناقشات مع وزير شؤون الشباب الإماراتي سلطان النيادي لتحديد المجالات الرئيسية للتعاون. وأعرب الطرفان عن التزامهما بتعزيز التبادل التعليمي والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الفضاء وتعزيز التواصل بين الشباب. وأكد الجانبان جهودهما المشتركة لتنفيذ مشروع تعزيز المهارات الرقمية 5 مليون مبرمج الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. ووفقا لمعلومات الواردة من المجلس، يجري الرئيس حاليا مناقشات ثنائية مع وزراء الشباب في دول مجموعة البريكس. أكدت حكومتا إثيوبيا والصين التزامهما بتعزيز تعاونهما في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأكد البلدان ذلك في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين إثيوبيا والصين بشأن التعاون العلمي والتكنولوجيا الذي عقد في أديس أبابا. وناقش اجتماع اللجنة مجموعة من القضايا بما في ذلك تبادل سياسات العلوم والتكنولوجيا والعلاقات بين الشعب في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعاون بين الأكاديمية الصينية للعلوم ومعهد البحوث الإثيوبية ومختبر الحزام والطريق المشترك. وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا بلط ملا إن هذا الاجتماع يمثل علامات فارقة مهمة في التعاون الثنائي بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث يجتمعان معا لتعزيز شراكتهما وتبادل الأفكار ورسم مسار نحو التقدم والابتكار المتبادل. وأضاف أن المناقشة تؤكد على أهمية التعاون وتبادل المعرفة في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والنمو المستدام. ومن جانبها قالت نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني لين شين إن الاجتماع الثالث للجنة يهدف إلى مناقشة التعاون العلمي والتكنولوجي من أجل التنمية المبتكرة. ووصفت النائبة الاجتماع بأنه بداية جديدة لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات التعاون وتحسين أشكال التعاون وحقن المزيد من الزخم العلمي والتكنولوجي كجزء من تعزيز الشراكات بين البلدين. أعربت سفيرة فنلندا في إثيوبيا سانكا أنتيلا عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون الثنائي مع إثيوبيا في مختلف قطاعات التنمية. وأشادت السفيرة أنتيلا بمشروع تطوير الممر الجاري تنفيذه في إثيوبيا والذي يهدف إلى رفع صورة أديس أبابا. وقالت السفيرة تتمتع إثيوبيا وفنلندا بعلاقات دبلوماسية تمتد ل30 عاما وتعاون ثنائي قوي في مختلف مجالات التنمية. وصرحت السفيرة أن البلدين لديهما شراكة راسخة بشكل خاص في مجالات التنمية مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والتعليم والزراعة وإدارة الأراضي الرقمية وكذلك في التعليم والتدريب الفني والمهني. كما تعهدت السفيرة بدعم جهود التنمية الجارية في إثيوبيا لتحديث المجتمع وتجميل البلاد. وأشارت السفيرة إلى أن فنلندا تدعم إثيوبيا في جهودها لتعزيز الديمقراطية وعملية الحوار الوطني. وأعربت أنتيلا عن أملها في أن يجعل مشروع تطوير الممر أديس أبابا أكثر جمالا ويمهد الطريق للحصول على نظام نقل عام جيد، حيث تعد العاصمة مقر الاتحاد الإفريقي والعديد من المنظمات الدولية.
أجرت وزيرة التخطيط والتنمية في صومعة مناقشة مع مدير الشركة الدولية للاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام أنتي كارهونين الذي يزور أديس أبابا لحضور الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للتمويل الدولي للتنمية. وعرب المديرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي عن حزنها إزاء الخسائر الأخيرة في الأرواح بسبب الانهيار الأرضي الذي حدث في منطقة جوفا في جنوب إثيوبيا. وقال إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة المالية، وقد تم التنسيق مع اللجنة التي أنشأتها لجنة إدارة الكوارث الفيدرالية. وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية عن تقديرها للاستجابة السريعة من جانب الاتحاد الأوروبي للأزمة. وذكرت الوزيرة أن إطار القانون للعدالة الانتقالية يقترب من الاكتمال، وأن إنشاء لجنة الحوار الوطني أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم في البلاد. كما استعرضت الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا والتقدم الذي أحرزته البلاد في تعزيز القدرة التنافسية ومناخ الاستثمار. ومن جانبه أكد أنتي كارهونين التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا والتحول الأخضر واستراتيجية البوابة الدولية. قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال إن إثيوبيا تتخذ التدابير الصحية والاستراتيجية الصحيحة للتنمية وازدهار شعبها بفضل قيادتها. وصرح السفير هلال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية أنه شهد تطور أديس أبابا بسبب القيادة الفعالة والاستثمارات التي تهدف إلى تحسين حياة السكان الإثيوبيين. وقال السفير قررت إثيوبيا ألا تخضع لإملاءات الخارجية واتخذت القرارات نيابة عن شعبها من خلال فهم سياقه وتحديد العقابات التي تعترض التنمية. وأشار السفير إلى أن المبادرة مثل غرس الأشجار وتعبئة المجتمع المدني ودعم المشاريع الصغيرة وتنفيذ المشاريع المؤثرة للمزارعين هي إجراءات ملموسة. وأوضح السفير أن هذا يتضمن اتخاذ قرارات سلمية ومكافحة الفساد وتعزيز الشمولية وتمكين المرأة وجذب الاستثمار وإصلاح أنظمة العدالة. كما أكد أن إثيوبيا تسعى بنشاط إلى تحقيق هذا الأهداف وتضرب مثالا للتقدم والتحول. ختام النشرة تذكيرا بالعناوين. وزير خارجية إثيوبيا يرحب بلجنة حكماء الاتحاد الإفريقي. إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة يتخذان خطوات لتعزيز التعاون بين الشباب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله ورعايته.